أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل بيع السلعة بسعرين جائز، حيث الشخص الذي يكاسر يأخذ بسعر أقل والذي لا يكاسر يأخذ بسعر أكثر؟ لا، ما في بأس المماكسة، ما فيها بأس، ما فيها بأس المماكسة، يعني طلب التنزيل، يتسوى كذا وكذا ويطلب منك تنزيل تخفيض، إذا نزلت هذا بطيبة من نفسك، ما في شيء. نعم.